ماذا تعرف عن الحديث إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين؟ الزواج رمز للطهارة من فتن الدنيا، فهو يعفو القلب عن الحرام، فالرجل مجبول على حب النساء، وهذه خلقة الله بأن فطر الرجال والنساء على التزاوج، وعد الزواج نصف الدين لأنه يحفظ دين المرأة ويمنعه عن المحرمات، فأعظم الفتن فتنة النساء، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والزواج يعين على إحصان الفرج ويحفظ المرأة من الدخول في العلاقات المحرمة التي قد تؤدي إلى الزنا والعياذ بالله. ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العفاف ضمانة للجنة، فقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. المرأة الصالحة كالجوهرة المكنونة في خضم الفتن التي تجوب العالم اليوم، لأنها كنز للرجل يستقيم بها نصف دينه، لأنها سبب من أسباب الغنى وسعة الرزق، وبها يصلح الأولاد. وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة في رواية الحاكم، لأن المرء لا يلقى سعادته الأخروية عفوا مع الغير صالحة، فهي قد تمنعه من الوقوع في الزنا، إلا أنها لا تكون كالصالحة التي تسوق له الخير في كل أمر، فالغير صالحة قد تسوقه إلى طريق الغواية. وكما أن الزواج هو سنة الله في الكون وسنة المرسلين عليهم السلام، ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.